هلا بدي اشوف انا شو علاقه الريكيرجن مع الميموري. نحن في عندنا ميموري بنعرف كل ما نعمل كولينج لاي فانكشن بده يكون في عندي تريسينج هالفانكشن كيف عم تشتغل عندي، لانه ببعض الاوقات بيكون في عندي ميثود عم تعيط لميثود تاني، طب كيف بدي ارجع للميثود اللي كنت فيها موجود قبل؟ فنحن بده يكون في عندنا مثل لوجينج، مثل ستاك، شيء بنعمل فيه تريسينج. تنفهم هالموضوع بطريقه احسن خلونا ناخذ هيدا الاكزامبل. انا هون في عندي بروجرام صغير، هيدا البروجرام في عندي انا هون المين ميثود يلي بقلبها بتعيط لام 1، كمان ام 1 اذا بدي عيط لها حلاحظ حتكون عم تعيط لام 2، ام 2 حتعيط لام 3، وام 3 حتعمل برينتينج. ولكن بالمين بعد ما انا عيط لام 1 لازم اعمل برينت، فلازم خلص كل شيء بتعمله ام 1 تارجع اعمل برينت. كذلك الامر ام 1 بعد ما تعيط لام 2 وتخلص كل شيء لام 2 بدها تعيط لبرينت، كذلك الامر ام 1 عندي هون لما بدها تعمل كولينج لام 2 لازم ام 2 تخلص من بعدين تعمل برينت، بعد ما يتعيط لام 2 بدها تعيط لام 3 وبس تتخلص بتعيط للبرنت، والام 3 دغري بتعمل برنت. فاذا خلونا نجي نقول نحن بدنا نعمل رن لهيدا البروجرام. البروجرام دائما عندي ببلش من المين ميثود، فبمجرد ما انا عيطت للمين ميثود اوتوماتيكلي بيروح على الميموري ستاك وبيحط لي هون ريفرنس على هيدي المين ميثود، فاذا في اشياء تانية بده يرجع يعمل لها اكزكيوشن من قلب هيدي الميثود يكون في عنده ريفرنس لها. هلاحظ انه انا بمجرد ما صرت بقلب المين هعيط لميثود اسمها ام 1. هيدي الام 1 الموجوده عندي هون بمجرد ما انا عيطت لها بدي بلش ارجع اعمل اكزكيوشن، ولكن انا ما طلعت هون على البرنت. ليش؟ لانه انا ما بقدر اقراها تتخلص ام 1 شغله. فاذا ام 1 حترجع هون شو تعمل؟ حترجع ام 1 بدوره تمشي على كل الستيتمنتس الموجودين بقلبها، حتعيط لام 2. ام 2 حينعمل لها بوش بقلب الستاك، حنروح على قلب الام 2 حنلاحظ في عندي انا ام 3. فبمجرد ما انا عيطت للام 3 كمان حيعمل لها بوشينج بقلب الستاك. هلا ام 3 طبعا حتروح وينعمل لها اكزكيوشن يلي بقلبها 1 ستيتمنت يلي هي البرنت. حلاحظ انه البادي تبع ام 3 هون خلص، فاذا انا بطل في عندي اي شغل والبرنت خلصت، فاذا بعمل باب للبرنت. وبما انه الام 3 بادي خلص فكمان بعمل بابينج للام 3. هلا بدي اطلع على الام 2، برجع على الام 2 حلاحظ انه فاضل عندي البرنت 2 ما عملت لها اكزكيوشن، بعمل لها بوش بقلب الستاك. بمجرد ما خلصت برجع بعمل لها باب، وبهالحالة بيكون M2 كمان خلص execution. فإذا شو بدي أعمل؟ كمان بدي أعمل لها popping. هلأ صرت أنا موجود بقلب الـ M1، أنا M2 خلصت منها بقي عندي البرنت، فإذا بعمل push للبرنت 1، من بعد ما تخلص برجع بعمل لها pop. حلاحظ أنه هيدي الميثود كلياتها خلصت، فإذا شو بجي بعمل؟ بجي بعمل كمان pop. هون بمجرد ما وصلت على المين حلاحظ أنه M1 خلصت، السابقية للبرنت 0 ما عملتها بعمل البرنت 0، برجع بعدين بعمل لها pop، وبعدين هون بكون خلص البروجرام تبعي. فإذا شو بيجي بعمل؟ بيجي بعمل popping للمين method. بدنا نشوف نفس الإكزامبل ولكن هالمرة بدي أعمل recursive call، لأنه أنا هون كنت عم بحكي عن non-recursive call. تنقدر نحن نعملها بطريقة recursive. I'm going to consider another example هو على الشكل التالي. طبعا أنا هون عم بكتب pseudo code. هيدا الإكزامبل اللي أنا بدي أخده في عندي main method بتعيط لميثود اسمها recur3 من قلب المين، وبترجع من بعدين بتعمل print لأند. يعني بعد ما تخلص execution لهون بتعمل printing لأند. إذا انتبهنا نحن هون recur بتاخد n اللي هو integer، بترجع بتعمل testing. إذا n كانت أصغر من 1 يعني وصلت للزيرو بتعمل return، بتعمل breaking لهيدي الميثود. معناته هيدي هي البيس كيس تبعيتي، أنا بدي دل عم بعمل iteration تتوصل n equal لزيرو. شو بتعمل هيدي الميثود؟ هيدي الميثود بتعيط لحالها، ولكن كل ما تعيط لحالها شو حتكون عم تعمل؟ عم بتكون عم تعمل n-1، يعني عم بتنقص لي value 1 من قلب ال n حتى توصل اخر شيء للزيرو. وبعد ما تعيط لحالها بكل ستيج طبعا شو بدها تعمل؟ بدها تعمل print للvalue n. خلونا نعمل tracing لهيدي الميثود بالستاك ونشوف كيف بتشتغل. بنعرف انه البروجرام تبعي ببلش من المين، فاذا بجي بعمل بوش للمين بقلب الستاك بالميموري ستاك. بمجرد ما انا عيطت للمين بدي اقرا اول ستيتمنت. اول ستيتمنت هي recur 3، بتعطي او بتبعت 3 للريكور يلي موجوده عندي هون، وبينعمل لها بوشينج بقلب الستاك. بمجرد ما انا هون عملت ستيتمنت يلي هي if n is less than 1 return is it less than 1 no it is equal to 3، فاذا هيدي ما بتعمل شيء. بنتقل على اللي بعدها ريكور n minus 1، يعني هلأ صارت n equal to 2، بعيط لها لهيدي الميثود وبرجع بخلق لها رفرنس عندي بقلب الستاك، يعني بعمل لها push بقلب الستاك بفاليو equal to 2. بمجرد ما أنا عيطت ل n equal to، فإذا بدي أرجع أطلع من أول وجديد، ولكن هالمرة ب n minus 1 ناقصنا 2 1 ريكور 1، وبرجع بخلق لها كمان رفرنس وين؟
كمان بقلب الستاك. لاحظوا انه البرنت ما عم بقدر صيبه بتاتا لانه الثاني عم بعمل ايتريشن. فاذا بدي انا حاول اني قد ما فيني نزل فاليو من الان توصل للبيس كيس مشان اكسرها لمين؟ اكسرها للريكيرجن. فاذا شو بعمل هلا؟ هلا كذلك الامر بدي ارجع فوت على الريكير ان، فاذا صارت ان ايكوال تو زيرو. بمجرد ما ان ايكوال تو زيرو فاذا عملت ريتيرن يعني كسرتها وما قريت الستيتمنت الموجوده عندي هون. فاذا الريكير مع الزيرو خلصت لانه كسرت الميثود تبعيتها، طلعت برات البادي تبعها. فاذا ناو ام جوينج تو بوب ات، بشيلها. برجع بعدين بتطلع هون انه انا فاضل عندي ريكير 1. بالريكير 1 انا قريت الستيتمنت الموجوده هون. هلا بدي ارجع كمل، فاذا بدي اروح على البرنت ان فبدها تعمل برنت ل1. بمجرد ما خلص البرنت ل1 بعمل له بوبينج وبرجع بعدين هون بلاحظ انه الريكير 1 خلصت، فاذا بكسر البادي وبرجع بعمل له بوبينج. كذلك الامر هون بدي اجي على 2، بدي اعمل برنت للفاليو ايكوال ل2، برجع بعمل له بوبينج ل2 خلصت. وبمجرد ما خلص البادي للريكير 2 كمان بظهر منه. هلا على ال3 بدي اعمل برنت لل3، بعمل له بوش، برجع بعدين بعمل له بوب. بمجرد ما خلصت عندي ال3 كذلك الامر بدي اعمل له بوبينج. وهون بهيدي الحاله طبعا بدي ارجع على المين. ليش بدي ارجع على المين؟ لانه كل الريكيرسيف كولز خلصوا عندي. فاذا فضل عندي المين، ولكن بمجرد ما جيت على المين كنت انا البوينتر تبعي معلق وين او واقف ناطرني عند الريكير 3. فاذا انا هيدي عملت لها اكزكيوشن. فاذا هلا شو بده يصير عندي هون؟ بدي انا انتقل على البرنت بعمل لها بوش، بمجرد ما قريتها بعمل لها باب، ومن بعدين برجع بظهر من قلب المين. فاذا الريكيرسيف كول بتستهلك الميموري ستاك بطريقه كتير اكزاستيف، مشان هيك قلنا بتعمل اوفر هيد على البروسيسور اكثر بكتير من انه ما يكون انا عم بستعمل الايتريتيف كولز. فور ذات ريزن نحن وي دونت بريفير تو يوز ذا ريكيرسيف كول الا وقت ما بيكون عن جد نحن بحاجه لها بسبيسيفيك تايب اوف ابلكيشن تنهين الامبلمنتيشن على حالنا.